بسم الله الرحمن الرحيم. من يومين كنت بعمل تشخيص روحاني لزبون من الزبائن اللي عندي. قالوا السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ما اتجوزتش، ابن عمي كان بيحبني وابن عمي كان هيموت عليا وابن عمي كان هيخطبني ويتجوزني. اوكي، انا رفضت ابن عمي. هي بتقول انا رفضت ابن عمي، وبعدين ابن عمي اتجوز وخلف عيال، وانا لحد دلوقتي سوقي واقف وحالي واقف وما اتجوزتش من بعد الحسد والعين بتاع ابن عمي. هل البنات الحلوات ممكن يكونوا محسودات؟ الكل والجميع لا يخلو جسد من مس وسحر وحسد. الكل والجميع معرض للحسد، وفي ناس هي ما تذكر الله، يعني ناس ما تقول ما شاء الله، ما تقول ما شاء الله تبارك الله، ما تقول، يعني في ناس، وفي ناس تتمنى زوال نعم الاخرين او تستكثر النعمه على الاخرين. يعني مثلا انت لو قلت لوحده او واحد انا بفتح محل، انا اشتريت سياره، انا خلفت ابن، انا اتجوزت، انا اشتريت بيت، انا كتبت كتاب وبعته الكتاب وجالي نسخ كتير، انا حسابي فيه تفاعلات كتيره جدا في تويتر، انا مشهور، انا الناس تحبني، انا جاني اعجابات، انا 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 خد عين 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 عين، حسد 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 حسد، كل سنه. طيب عريس رفضته وكان بيحبني جدا ومتعلق فيني لدرجه الجنون، ولما تركته ما اتجوزتش من بعده، حسد وعين ونفس متعلق فيك. زي هو بيقول يا رب يا اما انت تاخده يا اما انا اخده. زي مثلا في واحده دلوقتي مثلا انا اقول يا رب يا اما انا اخدها يا اما انت تاخدها، يعني مثلا نفترض يعني ان في واحده عجباني جدا وعملنا الكلام ده. فده اول موضوع من ضمن الكلام اللي في الكلام. خلي بالك بقى، هو الكلام بيجيب بعضيه. من ضمن الكلام ان الانسان بيعتقد ان هو متحصن، ان هو محمي، متحصن اوتوماتيك بدون ما يعمل حق. لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيقرا اوراق ولا بيتصدق ولا بيعمل اي شيء. انسان زيه زي اي انسان مقصر في الواجبات الدينيه، بيتفرج على افلام شيكس، يمارس العاده السريه كما هو معتاد، ويعيش حياته بالطول وبالعرض، يعمل وياكل ويشرب وينام بس. قال لك انا متحصن. من فين جالك التحصين؟ من فين جالك التحصين؟ اصل ابويا كان كاهن، وجدتي كانت صحارة، وعمي كان راقي شرعي، وخالتي كانت من الأولياء الصالحين، وجدتي وأجدادي كانوا أولياء صالحين، وأجدادي كانوا كهنة في المعبد ولا في الكنيسة. إيش دخل أجدادك في الموضوع؟ وهم من الأوهام، وهم إن الإنسان متحصن، وإنه ضد المية وضد النار، ضد الحشرة وضد الفقر، ضد المية وضد النار، ضد الحشرة وضد الفقر. هو يعتقد كده. ده مش صحيح، مش صحيح. فالمهم يجي الشخص تقول له يا عمي اتحصن، انا نفسي ذات نفسي وقعت في الفخ ده، اتحصن من الحسد. كل عوز رب الفلق تقراها كتير 100 مره و1000 مره واعمل رياضات روحانيه. بعمل في السنابه اللي بعد كده الرياضات الروحانيه. اتحصن. احنا في ايام زحل الحوت، ولقد اكتشفنا ان كوكب الارض ملبوس لبس كلي لو رجعت فيه. لا، انا متحصن من الله وعندي تحصين رباني، لان امي من الاولياء وجدتي من الاولياء، وابويا كان كاهن، وامي كانت في المعبد اليهودي، وخالتي كانت في الكنيسة الاسرائيلي، وجدتي كانت بتحضر ابليس والكلام زي كده. يا عمي اتحصن اتحصن، البس درع روحاني، بطل تعمل نفسك جامد، بطل الوهم اللي في دماغك ده مش هيحصل. وهم، illusions. الكل والجميع معرض للمرض والاختراق والموت، كل من عليها فان. الكل والجميع معرض للاختراق والقتل والموت. الرسول نفسه اتسحر. انت احسن من الرسول يعني؟ موسى نفسه، موسى فاوجس في نفسه خيفة موسى، موسى نفسه خاف. انت احسن من موسى يعني؟ انت جامد قوي كده يعني؟ انت اجمد من الانبياء يعني؟ اجمد من الاولياء يعني؟ الكل والجميع معرض لكل شيء. انت معرض للسرقة، معرض للقتل، معرض للاختطاف، معرض للحسد، معرض للسحر. الكل والجميع يمكن اختراقه. دي قاعدة اتعلمها من الموساد الاسرائيلي. الموساد الاسرائيلي علمك ان الكل والجميع معرض للاختراق. مفيش نظام عتي وعفي على الاختراق. ده شيء لازم تبقى فاهمه. ماشي؟ انت عندك بيسموها معرض للاختراق، vulnerable يعني معرض للاختراق، vulnerable. طبعا الحمامة عملت بيبي على الزجاج، فدي مشكلة. ايه دخل الحمامة اللي عملت بيبي على الزجاج في الموضوع؟ لانه ده دخل في الموضوع، ده نوع من انواع الاختراق. الله يعين، والى لقاء اخر في الحلقة القادمة. احيه اما اشوف الزجاج ايه اللي حصل للزجاج.
بعدين يشتكي 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 يشتكي. انت بتشتكي ليه؟ ما احنا قلنا لك روح اتحصن، ولا روح ارقي نفسك، ولا روح عالج نفسك. تشتكي ليه؟ يلا تشتكي ليه يا بت انت وهو والولد والبنات والرجاله والعيال؟ تشتكي ليه يا ابني انت وهو؟ احنا مش نصحناك؟ يلا انا كنادي الزمالك مش نصحتك؟ نصحتك، قلت لك روح كل عيش، قلت لك روح حصن نفسك، قلت لك اتعالج ارقي نفسك. مفيش فايده، محدش يسمع الكلام. الناس بتستكبر على الروحانيات، لان برج الحوت هو برج الروحانيات، والناس بتستكبر الاستكبار والعلو وشوفت النفس. حتى انا نفسي ذات نفسي كنت اعتقد في يوم من الايام ان انا vulnerable، والكلام ده غلط. سواء انا ما اعمل كلمه vulnerable، يعني الكلمه دي عجباني انا هستخدمها كثير في الفترات الجايه. ثواني يا ابويا ثواني، دي كلمه بالانجليزي عشان اثبت لكم ان انا انسان مثقف وزلمه كتير مثقف. vulnerable، انت انسان، انت وانا وكل الناس، احنا كلنا فولنربل، معرضين للفيروسات، معرضين للبكتيريا، معرضين لاشعه الشمس، معرضين للحسد. كل شيء يتاثر بكل شيء ويؤثر في كل شيء. انت بتتاثر بالحسد او تتاثر بالفيروسات والبكتيريا، كل شيء، ومعرض للعدوى لو رحت في اماكن مزدحمه فيها امراض او مستشفيات فيها امراض. انت معرض انه يجي لك عدوى او ينقل اليك عدوى، فانت لست محصن بنسبة شخرمية في المية. يبقى وهم التحصين، وهم يا ولد يا ولد وهم. everyone is vulnerable، الكلمة دي من زمان وانا بستخدمها. يعني انت عارف، تدري ان كلمة vulnerable دي انا عرفها من سنة جدي، يعني من جدي مات اصلا قبل ما ابويا يتجوز. اوكي، يعني تدري ان الكلمة دي انا عرفها من زمان، تدري ان الكلمة دي انا اعرفها من زمان، وكل ما حد يكلمني اقول له you are vulnerable، يعني انت انسان قابل للاختراق. كل انسان قابل للاختراق. السيد المسيح اوشوا به عند الجنود الرومان وصلبوه، صلبوا شبيهه يعني. فالرسول نفسه اتحط له سم في الاكل، وواحد من الصحابه اللي كانوا قاعدين بياكلوا من الشاه مات، والرسول اقام الحد على اليهوديه اللي حطت السم في الاكل. ده رسول من الله بينزل اليه الوحي، وبينزل عليه الوحي، وتعرض للسم. ماشي. انبياء قتلوا، رؤساء قتلوا، ملوك قتلوا، دول اهلكت ودمرت، مدن مسحت من على الخريطه. فانت مين؟ انت مين يا اسطى عشان ما تكونش معرض للاختراق؟ انت مين يا اسطى؟ قول لي انت مين. يو ار فولنربل، ايفري ون از فولنربل. حتى الموساد الاسرائيلي فولنربل، حتى استخبارات حماس فولنربل، حتى الاستخبارات الروسيه الاف اس بي فولنربل، حتى الاستخبارات الصينيه، حتى الاستخبارات الامريكيه السي اي اي، كل اجهزه المجتمع الاستخبارات الامريكي، كل شيء حتى ابليس فولنربل. حتى السماوات كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كانت فولنربل. الكل دي قاعدة، يلا أنا بعلمك قواعد وأسس في الحياة. السنابة دي شكلي بثبتها لمدة أسبوع، شكلي بثبتها لمدة أسبوع عشان الناس تتعلم وتتخلص من وهم التحصين. كل ما تكلم واحد يقول لك إيه أنا متحصن، يا أشخر، ما الشخرة مش هي، أشخر يا جدعان، أشخر يا جدعان. كل ما أكلم واحد أنا متحصن، يا دين أمي على المرار، من فين جاك التحصين؟ أنت بتقرأ حاجة يا ابني؟ لا أنا متحصن. تعبنا يا جدع، هلكنا 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 من كتر ما ننصح في الخلق، قرفنا من كتر ما ننصح في البشر. You are vulnerable. إذا كان الموساد الإسرائيلي vulnerable، أنت مش هتبقى vulnerable؟ عيب يا اسطى، كلمة إنجليزي لسه متعلمها من كام ألف سنة، فلازم استخدمها كل شوية. صحيح. النسوان هتجنني يا جدع. تقول للشخص اتحصن، انا متحصنة من الله، من الله، الله نزل حصنك يعني؟ طب وانت ليه بتحتاج اكل وشرب كل يوم عشان تعيشي تبقي على قيد الحياة؟ وليه اصلا احنا بنحتاج للصلاة والصوم كل شهر، كل سنة نصوم شهر رمضان؟ ليه احنا بنحتاج للحج والعمرة، وبنحتاج نتصدق، وبنحتاج الحاجات دي؟ احنا محتاجينها، هو احنا بنعملها لان احنا محتاجينها، احنا في حاجة اليها، تفهم؟ احنا في حاجة ان احنا نصوم شهر في السنة عشان ننظف الجسم من السموم والقرف اللي تتحرق الخلايا السرطانية. قال لك ايه؟ انا متحصن رباني، يا دين امي على المرار، يا دين امي على المرار، يا دين امي، تعبت، هلكت 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 من الجهل، زهقت من الجهل يا ولد، عدو الجهل. من فين جاك التحصين طيب؟ انت نزلت من بطن امك لابس ملابس، ولا اهلك اشتروا لك ملابس؟ اهلك اشتروا لك ملابس. بتاكل وتشرب كل يوم صح، تخش الحمام كل يوم صح، يونيدت، انت محتاج للكلام ده. خلاص فهمت يا كلوت، او فهمت يا كلوتة، فهمت يا شويه كلوتات اللي بتتفلسف على راسي،
هلكوني بالفلسفة، أبجدية الأشياء لا يعرفونها، ألف باء تاء ثاء أشياء لا يعرفونها، كالعادة إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. يعني الكلام اللي أنا بقوله على المتابعين الحلوين، أنا مش عارف كنت بقول كده، مش عارف إيه كده، أجهل من الدواب والأنعام. والله تكلموا في المنطق وفي الأبجديات، يقول لك لا أنا متحصن من الله. يا ستي طب الحسد اللي فيك من ابن عمك برضو من الله؟ يعني الله العظيم، روح بس تعالجوا، روحوا تعالجوا كل قرف مليت البلد، روحوا تعالجوا وفكونا فلسفتكم دي. لا تعرف لو الناس تبطل فلسفة، تعرف لو سكت الجاهل ما اختلف الناس، تدري لو الجاهل يسكت ما اختلف الناس، ولكن انت المشاكل اللي في الكوكب الأرض ده حصلت، لكن الناس المتيزين اللي ما يفقهوا شيء يتفلسفوا، يا دين أمي يا دين أمي. طب تعالى أكلمك في الأبجدية، ما أعرفش، أنا متحصن من الله. طب ومن فين جاك التحصين؟ لأن أبوك يعني كان من الأولياء يعني ولا إيش؟ يا ابني إحنا مش قلنا يا ابني بطل الوهم ده يا ابني، يا ابني إحنا مش قلنا بطل الكلام ده يا ابني، أنت لسه يا ولد أنت وهي، يا بنت أنت وهو، يا ولد إحنا مش كم مرة قلنا سيبوكم من الكلام ده؟ ما فيش حد فوق القانون ولا في حد فوق القوانين الطبيعية. النار بتحرق مش عارف المية بتغرق، ما فيش حد فوق القوانين الطبيعية، والجن بيسحروا، ما حدش فوق القوانين يا حبيبي، حتى الأنبياء نفسهم يخضعوا للقوانين الأرضية. أنت أحسن من الأنبياء يعني؟ روح حصن نفسك يعني، اقرأ كل عوز رب الفلك وحصن نفسك، اتكل على الله بس، اتكل على الله طريقك أخضر. نأسف إن إحنا طولنا عليكم في السنبات، بس الموضوع ده موضوع مهم، الموضوع ده موضوع مهم جدا، موضوع الحسد والعين والنفس والنسوان اللي بيوصل عمرها 40 سنة و50 سنة و55 سنة و45 سنة و35 سنة و25 سنة في بعض الدول اللي عندهم زواج مبكر، ابن عمها حط عينه فيها، ابن عمها حط عينه في طيبة قلبها، عينه فيها عينه فيها عينه فيها، حاطط العين all eyes on me، كل العيون علي، كل العيون علي، غني انت فاهم شغلانة بتكل. مثلا في واحدة عايزة تتجوز مثلا يعني، والعياذ بالله، تخيل والعياذ بالله ان انا والعياذ بالله في واحدة حط عينها علي، سابت الدنيا كلها، سابت كل الرجالة اللي في الكوكب والعياذ بالله، حطت عينها علي والعياذ بالله، دي مصيبة. وانا مثلا حصلت لي مشاكل بعد الشر، دي مصيبة. حد فاضي للمشاكل، حد فاضي للعين والحسد والسحر والقرف فحد فاضي؟ محدش فاضي يا بوي، محدش فاضي للكلام ده. عندنا حاجات مهمة في الكوكب هنعملها، فمحدش فاضي للعب ده. ولكن تلك موضوعات زحل الحوت، زحل الحوت يناقش موضوعات ماورائية خفية غيبية لا يوجد عليها أي مؤشرات مادية ولا يوجد لها أي تفسيرات من عالم المادة والفيزياء والتفاعلات الكيميائية والوصلات الكهربائية وأشعة البلوتوث والأشعة تحت حمراء وأشعة الواي فاي وأشعة الساتلايت، أشياء غامضة زي الأحلام، زي السحر، زي الجن، زي الهالة، زي الطاقة، زي المشاعر النفسية، زي برمجة العقل اللاواعي، حاجات ومحتاجات حركات وبركة، وزي التخاطر. التخاطر ده تقدر تقيسه أو توزنه؟ ما تقدرش، you cannot. طيب فكل هذه الموضوعات تندرج تحت زحل الحوت او تحت الحوت، والحوت دخل في زحل، وزحل بيبعبص في الحوت، واحنا بنتبعبص مع زحل، كله بعبيص في بعبيص، مش عارف.